بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهارده بنتكلم هاو تو ترانسكرايب يوتيوب فيديو، ازاي بنعمل ترانسكريبشن للفيديو من اليوتيوب، يعني ازاي بناخد الترانسكريبت اللي هو النص. طب ليه بنحتاج نعمل كده؟ عشان نترجم هذا النص. اذا كنت انا محتاج اترجمه، مش محتاج، محتاج النص كتابه، عايز السيناريو بتاعي والحوار موجود عندي، ممكن يبقى ممكن اعمل ترانسكريبشن فقط، يعني اخد النص اللي هو الكلام اللي بيتقال بايا كان اللغه بقى. طبعا بنتكلم على اي حاجه غير اللغه العربيه مش هتطلع يعني. فبنتكلم على الترانسكريبشن من فيديو من يوتيوب، انا عايز اخد النص ده هحتاجه زي ما هو، اعدل عليه بحيث انا هعمل برزنتيشن، هكتم الصوت وانا هعلق على الفيديو ده، طبعا مع ذكر صاحب الفيديو الاصلي، عشان دي طبعا الملكيه الفكريه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان ممكن الفائده الثانيه ان اقدر احول هذا النص الى لغه اخرى، اما عشان ارفعها على الفيديو ده اقدر احط ترجمه ممكن، او بحتفظ بيها نفسي لو انا هعرض بلغه ثانيه غير اللغه اللي مطلوب بيها هذا الفيديو. طب نروح مع بعض كده ونشوف هنعمل ازاي الخطوه دي. بنشوف اول حاجه بنفتح اليوتيوب، يبقى اول خطوه بنروح على اليوتيوب بنشوف الفيديو اللي احنا محتاجينه، زي فيديو زي بيتكلم على البلانت سيلز او الخلايا النباتيه بالشكل ده كده. طيب وبعدين لو بصينا تحت الفيديو هنا هنلاقي اخر ثلاث نقاط بالشكل ده كده، انا مكبرهم هنا اهم، دول اهم ثلاث نقاط اللي محتاجهم. ليه؟ بالضغط عليهم على الثلاث نقاط اللي هنا دول بيبتدي يظهر لي الخطوتين دول. طبعا هو حاطط هنا كلمه ريبورت، لو في حقوق ملكيه فكريه او حاجه عنصريه او في تهديد مش عارف ايه بنبلغ اليوتيوب يعني. لكن طبعا اللي يهمنا هنا بقول له اوبن ترانسكريبت، بيفتحوا لي فين؟ بيفتحوا لي على اليمين هنا بالشكل ده كده، بلاقي الترانسكريبت هنا، بلاقي التايم لاين موجود عندي هنا بالثواني، يعني 0.7.9 الى اخره، اللي هو الزمن اللي بيتكلم فيه، يعني الجمله دي اتقالت في الزمن انهي، وبالتالي اقدر ابقى عارف في الدقيقه كذا او في الثانيه كذا الكلمه اللي اتقالت ايه، فعطالي بالشكل ده كده. هل انا محتاج الزمن ده؟ لو انا محتاجه خلاص بسيبه، لو انا مش محتاجه هنشوف هنعمل ايه، هنروح على الثلاث نقاط اللي موجودين فوق دول، بيقول لي ايه توجل تايم ستامبس، يعني ايه تايم ستامبس؟ اللي هو شال لي التايم الزمن اللي هو الثواني اللي كانت موجوده، فاصبح عندي النص كتابه فقط. طيب بعد كده بنعمل هايلايت، بنحدد هذا النص، بناخده بالماوس بنحدد هذا النص وباخده وبروح على حاجه زي جوجل ترانسليت. ده الكلام ده لو انا هترجمه، مش هترجمه خلاص هيبقى النص عندي باللغه الانجليزيه. طيب بحطه هنا وبحدد اللغه الانجليزيه وهترجم لايا كان اللغه اللي هترجم لها. بس لازم نلاحظ حاجه، ان الكلام لما بيتحط هنا ده الكلام المنطوق، الكلام الكتابه هيبقى حاجه ثانيه، فبالتالي لازم اعدل عليه يبقى بالشكل ده كده، يعني لازم اجي اقف عند كل جمله وابتدي اجمع الجمله اللي قبلها جنبها عشان تبقى الكلام ليه ايه معنى يعني كده، وانهي الكلام عند كل ايه الجمله لما بتنتهي الجمله. يبقى لازم نقرا النص كويس. طبعا ده يتطلب ان الشخص اللي هيترجم بيكون لازم طبعا اكيد عنده خبره في اللغتين اللي هيترجم اليهم. بعد ما بعدل كتابه النص عشان يطلع عندي الترجمه ليها معنى واقدر استفاد بيها، بعد كده بعمل ايه؟ بنتبه ان الجزء ده الاثنين المفتوحين دول التو ويندوز الموجودين دول في نهايه كل واحد فيهم هنا عندي مايك وعندي سماعه. المايك ده الكلام ده لو انا عايز ادخل النص بصوتي، طبعا احنا مش هو ده الغرض بتاع الفيديو النهارده، لكن لو عايز استمع اليه يعني ايه اقدر استمع ان اسمع الكلام ده بيتنطق ازاي. طب انا سامعه من هناك من الفيديو فمش هحتاجه هنا في الخطوه دي. نمره واحد. نمره اتنين، عندي بقى هنا في الترجمه اللي حصلت هنا يا اما بعدل عليها او بعمل شير بشاركها مع حد اخر ايا كان الرابط اللي هشاركه، او بعمل كوبي يعني بعمل نسخ للنص اللي مكتوب عندي او بستمع اليه. طبعا بعمل نص بالشكل ده، بعمل نسخ واروح للوورد واقوم جاي حاطط النص بتاعي. طبعا محتاج اعدل عليه تعديلات كبيره جدا، وده يتطلب فهمي للفيديو الاصلي، ما اعتمدش، لان معظم الترجمات هنا هتبقى فيها اخطاء كثيره جدا، بس للتوضيح يعني ده مهم للغايه يعني. وكده بنكون كملنا الترجمه بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله تكون هذه الخطوه مفيده للجميع، خصوصا سواء للزملاء اللي بيحبوا ياخدوا فيديوهات وعايزين يترجموا عليها او يحطوا الترجمه بتاعتها او هم يترجموها او يعرضوها للطلاب بتوعهم،
او اذا كان الطالب نفسه بقى محتاج هو يستفاد، يبقى يعني الفيديو بيكون بلغه تانية، لغه انجليزيه، وهو بيكون عايز يستفاد بالفيديو ده بس مش قادر، فبيعمل ايه؟ فدي بتكون الخطوه اللي بيقدر يعمله الترجمه بيها، او ياخد النص سواء باللغه الانجليزيه او بيترجمها باللغه العربيه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تجعل في عملنا هذا رياء او سمعه. امين امين امين. والى ان نلتقي في فيديو قادم بمشيئه الله من فيديوهات تبسيط العلوم. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.